السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم عائشة الماشي من ديك اليوم الأطفال قمر السن 24 سنة. نحكي لكم على مرض أطفال قمر. أول حاجة، أنا عشت بحكم هذا المرض أني نخاف الدار 24 ساعة على 24، محمية من أشعة الشمس. نتحرك بالذات من العوامل بحال السفر، الدراسة، العمل وغيرها من الأنشطة الاعتيادية ديال كل إنسان، لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الله عوضني بهذه الموهبة الرسم، اللي من خلال هذا الواحد ديالي كنشر كنعيش واحد السلام، واحد النور. يعني حتى إذا تحرمت من الشمس ما كنتحرمش من المناظر الطبيعية والمناظر الجميلة، وسبحان الله يعني كنشر الأمل، كنحاول نخرج جميع الطاقة الإيجابية باش هاد اللوحات يكونوا مرآة ليا، من خلالهم الناس يعرفوني ويعرفوا شخصيتي، وكذلك هما يبعث لهم الأمل في الروح ديالتهم ويحسوا بشعور جميل كيف ما أنا حسيت به وأنا كرسمهم. بصح المرض عندنا صعيب شوية وخاصو العناية وخاصو يعني كتحرم نفسك من بزاف الحوايج اللي كالسفر، الخروج، يعني حتى الشرجم كيكون مسدود، اي ابسط الامور كتكون ممنوعه يعني للحفاظ على حياتنا. لكن الحياه كتعطينا فرص اخرى لازم اننا نستغلوها ونتجاوزوا بها العقبات اللي كتعطينا الحياه. مثلا من خلال هاد اللوحات غادي تشوفوا بزاف المشاعر المتضاربه، ولكن دائما الامل هو عنوان النجاح بالنسبه ليا وبالنسبه لاطفال قمر في المغرب كامل. كنشكركم وتحياتي لكم، كنتمنى لوحات يعجبكم.